كيف صار ابني؟ عايش ما هيك؟ بترجاكي طنيلي قلبي عليه. هلأ بكير لحتى أقلك أي شيء. ابنك بحاجة دم وبأسرع وقت. أنت ويانا في زمرة الدم؟ صدقني عم بدايله لعمر كتير. إن شاء الله هلأ نطمن عليه كلياتنا. دخيله اللي صار شاب، ليش مالك حاكي لي من قبل؟ مين هي هي البنت بنعرفها؟ ما بتعرفيها، بس بكرة بتتعرفي عليها، خليها مفاجأة. لتكون نفسها بنت فيروزة خانو. رح أقتلك بإيدي هدول، رح أدفعك تمن اللي عملته بابني لو شو ما صار. أنت كيف جرأت تعمل هيك ولا؟ ها؟ أنت حسابك معي مو معه؟ ليش ما قتلتي لإلي؟ كنا نحن اثنين خلصنا. كم مرة قلت لك بعد عن جنار وما كنت تفهم ها؟ لو رديت علي وسمعت الكلمة ما كان صار هيك بابنك. أنا وياسمين كنا منحب بعض، بس بعدين هي تركتني وراحت مع شخص تاني. بس على علمي علاقتهم مو منيحة، يعني هي شكلها ما أنا مبسوطة معه. خبرت لأمي بكرة المساء ناطرينك. خلص لا تاكلي هم، ما رح يصير شي. متأكد إنه رح يحبوك كتير وقت يتعرفوا عليكي. يلا بشوفك بكرة، تصبحي على خير. رايحين لعندي ياسمين، جايين لنحاكيها بموضوع. أكيد منلاقيها بالبيت ما؟ هي بصراحة ياسمين مانا بالبيت هلأ. ابني شبك انت، يعني ناوي تجيب لي شي جلطة قلبية؟ كيف بيخطر لك تجيب لي هاي البنت اللي عندي على البيت؟ يعني انت مالك خجلان من حالك تفوت هيك بنت بسيطة على عيلتنا الراقية لك هاي بنت حارة؟ لك إذا الحمام بيطير العقل كمان. إيه هالحمام أكبر من غرفتي والله. كنت مفكرة هاي البيوت بس بالأفلام. أنتي ما عم تحلمي، هاي هي الحقيقة. المهم تخيلي إنه هالبيت رح يصير لإلك، كل شي فيه رح يكون لإلك. أمي أنا مالي ولد ولا عاد تتدخلي بحياتي. أنا بحبها لياسمين وبدي إياكي تقومي بواجبها لو سمحتي. خلص منحكي بالقصة بعدين. مرت عمو قدرات خير، ليش عم تتخانقوا؟ ياسمين خير، شو يلي جابك لعنا؟ ياسمين اجت معي، نحن منحب بعض. كيف؟ ايه بس اخي عم تعمل هيك قصدا ما هيك؟ بس من شان تحرق له قلبه لاخي جبت هاي البنت لهون؟ بحياتك ما رح تعقل، وما في شي بالدنيا رح يغيرك يا قدرات. ايه وشو دخلك؟ الكل يسمع يلي رح قوله منيح. أنا وياسمين مرتبطين ومنحب بعض. لك أنت أصلاً واحد ما بتحب حدا غير حالك، شو ما عندك جنس الخجل ولا جنس الأخلاق؟ فكرتك تغيرت بآخر فترة، ولا يعني حضرتك كنت عم تضحك علينا؟ أنت ما دخلك أسماء، انتبهي لحكيك منيح وقوعك تغلطي معه. أنا عارفانة حالي منيح شو عم احكي. مرت عمو برافو، عن جد برافو. يكون بيعلمكن انه أخي ما في شي بالدنيا بيكسره، ماشي؟ ياسمين شكله الأكل بشهي، تعي نقعد ناكل، أنا جعت. يلا يلي استحوا ماتوا عن جد، يعيب الشوم عليكم. بس أهلين ياسين،
أنا كنت عم استناك. تعا بدي أحكي معك بشغلة ضرورية. بعدين أسماء، هلأ ما خرج أحكي. ياسين أخي لا تخجلني، خلينا نطلع أنا وياك والخالة عائشة على شي مكان. أسماء قلتلك ماني رايق أبدا. أخي لو سمحت لا تخجلني. قدرت تعال معي، عاوزتك شوي. شو القصة؟ ليش هيك تركوها لحالها؟ شوفي يا أمي، وين المشكلة إذا مالها غنية؟ أنا بحبها وما بفكر مثلكن. أسماء شو كان قصدها؟ عن جد هاي البنت كانت رفيته لياسين؟ قلي الحقيقة. شو قصتك أسماء؟ ليش ما بدك فوت على البيت؟ شو صاير؟ بعدي رح تصير مصيبة. ياسمين؟ انت شو اللي جابك لعنا؟ انت شو جاي تعملي هون؟ اوه اهلا وسهلا، شرفتوا. منيح انكم كلكم هون. لأنه حابب أعرفكن على رفيقتي وحبيبة قلبي. أنت شو عم تقول؟ خفان سمعك ياسين؟ مثل ما أنت سمعت، عم قلك حبيبتي جاية تتعرف على أمي. ياسمين حكي صح؟ ايه نعم صح. عندك اعتراض شي؟ انا بورجيك يا اهدى ياسين، اهدى شوي ابني. مو خجلان من حالك؟ وانتي ياسمين مانك خجلانة؟ بس الخجل للعالم يلي بتحترم حالها. بكفي ضب لسانك أسماء، ما بسمح لك تحكي معها هيك أبدا. قلتلك نحن منحب بعض، وتأكدي إنه ما في شي بالدنيا ممكن يفرقنا. حاجتك عليك، ليش أنت بأنانيتك بتعرف تحب حدا غير حالك؟ كل هذا يلي عم تخطط له بس منشان تكسر له قلبه لأخي. يا عيب الشو، وانت بكل غباء قبلتي انك تكوني لعبته؟ عملت كل هالشي بس لانك بتموت غيره من اخي. وعلى شو بدي غار من واحد مثل اخوك بقى؟ لانه ما انه واحد معتمد على اهله وفاشل مثلك. بتغار منه لانه عنده احلام بده يحققها، مثل غيره وقت نجح بكره القدم. طبعا بالوقت يلي هو كان عم ينجح انت كل الوقت كنت عم تفشل. هو قدر يكون شخص ناجح، بس انت بدل ما تحاول تصير زلمة وتنجح بحياتك ضيعت وقتك بالحقد والغيرة والتخطيط لتدمر حياة اخي. خلص بكفي اسمع، عيب هالحكي. معك حق مرت عمو، بس نحنا يلي بنعمل العيب. بس طبعا ابنك وقت بيجيب رفيقة ابن عمو على البيت ويطعنه بظهره ما بيكون عم يعمل شي عيب. اسمع انتي مصدقة هالقصة؟ لنفترض اني عم كذب او اني عم بالغ، انتي طلعي بابنك وشوفي. من كل عقلك مصدقة انه قدرت بحب ياسمين؟ اسمع خلص بنتي بكفي بقى، وانت ابني خذ رفيقتك وروح. ما في داعي الوضع يتوتر أكثر من هيك. ياسين وينه؟
ياسين. خالة عائشة هي تكسيلاتك. الحق هديك السيارة بسرعة. خفان سمعك ياسين؟ مثل ما انت سمعت، عم قلك حبيبتي جاية تتعرف على امي. قلتلك نحن منحب بعض، وتأكدي انه ما في شي بالدنيا ممكن يفرقنا. أنا صار لازم أمشي. لوين بدك تمشي من هلأ؟ لسه ما قعدنا بكير. قدرات، كلياتنا توترنا بما فيه الكفاية، تركها تمشي. ياسمين وقفي، استني ياسمين. ياسمين وقفي شوي، استني. خلاص بدي روح، قدرات تتركني بحالي. بترجاكي لا تتضايقي. طيب خليني وصلك. لا ما في داعي، انا باخذ تاكسي وبروح. لا ما رح اقبل، خلص انا رح وصلك. ليش التاكسي يعني؟ يلا اطلعي. يا أخي حاول تستعجل لك شوي. يا أختي هو كتير مسرع، كيف بدي لحقه؟ بس ما يصير عليه شي يا ربي. صدقني إذا بصر له شي لياسين وقتها رح خليك تدفع الثمن غالي يا قدرت. لا عمي ولا مرت عمي رح يخلصوك من بين إيدي. ياسين بترجاك حاول تهدى ولا تتهور بلحظة غضب. وفيها كمان ما عم صدق. عن جد شكرا حبيبي، حلو كتير وبيجنني. ياسمين من هلأ ورايح ما عاد عنا أي مشاكل مادية أبدا، يعني قصدي ما عاد في حجة لحتى نأجل ارتباطنا. يا ريت تجاوبيني فورا على هذا السؤال. عندك مانع؟ موافقة انه نحن الاثنين نكمل حياتنا سوا مع بعض؟ صح انا كنت فقير بس كنت بحبك من قلبي. قدرت ما رح يقدر بمصرياته يشتري لك الحب. هلا شو بدنا نساوي؟ عادي خلاص، لا تاكلي هم انتي، لا تشغلي بالك بي اللي صار اليوم. عن جد انت جبتني على بيتكم بس منشان تكسروا لياسين؟ يعني انتي صدقتي حكيون ومالك واثقة فيني ومصدق انه انا بحبك من قلبي؟ قدرة جاوبني على سؤالي بسرعة. انا ما جبتك على بيتنا مشان اكسر عين حدا، ما بعرف هو قديش حبك بس بعرف اني بحبك اكتر وما حدا رح يقدر يفرقنا. وياسين لازم ينساكي ويعرف انك صرتي لإلي. ما عم صدق. لك ليش؟ ليش حرقتي لي قلبي ياسمين؟ ليش؟ ليكا، ليكا مبينة سيارته لياسين. حاول تستعجل شوي وتلحقه. وقتها يا رب يكون معي وقويني، بس اعطيني القوة لحتى اطمن على ابني. ما فيك تستعجل اكثر من هيك يا اختي، هالطريق خطر، بخاف نعمل لنا شي حادث.
لف ورا هالسيارة فاتت على اليسار. ايه رح روح وراها، بس هيك على الوادي شو بده ياخذنا لهنيك؟ تفضلي يا حلوة وصلنا، يلا انزلي. ايه خلصنا، فرديها بقى. بدي منك توثقي فيني وتطمني بالك، بعرف انك بتحبيني وانا بحبك كمان، والباقي كله ما بيهم. ايه روقي بقى، ما رح امشي وانتي معكرة هيك. ما عندي مشكلة بضل واقف وهيك بشوفك لوقت اطول. دخيل هالضحكة، وغدا اليوم ماله محسوب، يعني أكيد منعيده بظروف أحسن من هيك. ديري بالك على حالك. تعرف يا ياسين قديش فرحتني وأنا عم شوف قلبك وعيونك عم يبكوا؟ خليك تعرف شو يعني إنك تعيش وحيد. ما رح أسمح لواحد مثلك إنه يكون أحسن مني. ما عم صدق إنه ياسمين تعمل فيني هيك. أنا ما عم صدق. هاي صار مثل ما بدك. شو طمنيني انبسطتي؟ ياسمين حكي صح. بعرف اني بحبك اكثر وما حدا رح يقدر يفرقنا، وياسين لازم ينساكي ويعرف انك صرتي لإلي. قدرة معه حق، انت اخذتي قرارك ياسمين واخترتي قدرة، وياسين لازم يرضى بقراري، لازم إنساني ويحاول إنه يتقبل علاقتي وحبي لقدرت. ياسين وينه؟ وقف 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 السيارة. ياسين أخي، يا
ياسين. أخي لا تعمل بحالك هيك. أخي لا حدا يقرب، خلاص روحوا اتركوني بحالي بقى. أخي رجع بترجاك، أصلاً هذا الشيء اللي بده يا قدرات. لا تضعف وتنكسر، لازم تضلك قوي. كرمال خاطري، ما في شي بيستاهل، كله بينحل بس انت اهدى. صدقني بكرة بتنساها والمستقبل قدامك. ما عاد عندي اي امل بالمستقبل، لانه قدرة سرق مني كل شي، سرق كل شي حلو بملكه واخدوا مني شغلة ورا شغلة. لا تقسى على حالك كل هالقد، إذا ما بدك ترحم حالك ارحمنا. لا تكسر قلوب كل العالم اللي بتحبك. لا تعمل شي بلحظة غضب وتندم عليه بعدين. ياسين! أخي! ياسين! معقول بكل هي الدنيا ما لقوا حدا غيرها يا خالي عائشة؟ قدرة ترك كل البنات وأخذ ياسمين. كيف بدي أتحمل هذا الوجع؟ كيف بدي أعيش وأنا شايفهم مع بعضهم؟ قوليلي. رح تعيش ابني، رح تنسى مع الوقت. حاسة فيك وبعرف إنه قلبك عم يحترق، بس نهارك مع الأيام رح تهدى. أي حدا ممكن يتعرض لمواقف صعبة، بس بحاول يتجاوزها وبيكمل حياته. خليك قوي ياسين، أنت مرقت بأصعب من هيك. الله رح يكون معك ورح يعوضك بالأحسن. قدرات؟ قدرات؟ لوين؟ لوين يعني أمي رايح؟ على غرفتي. شبكي هيك ما سكتيني؟ خلص اتركي إيدي. أنت شو عم تعمل بحالك؟ أسماء حكي يا صح، كل اللي عم تعمله بس من شان تنتقم. ليش أنت شو شايفتيني؟ معقول أقعد ضيع وقتي على واحد مثل ياسين؟ قدرات، إذا عرف أبوك رح يعصب. فكرت شو ممكن تقله إذا سألك؟ يعني بعد ما تحسنت علاقتكم بدك ترجع تنزع؟ بس يسمع باللي صار رح يقوم لقيامي عليك. أمي أنا مالي خايف منه، ما عملت جريمة ولا قتلت حدا. أنا ما غلطت أبدا. برأيكم صار الحب جريمة يعني؟ على مين عم تضحك قدرات؟ هالحكي مو علي بنوب، جايب لي بنت إذا مرقت قدامك بالطريق ما بتطلع فيها. أنا أمك وبعرفك كتير منيح، كل هالقصة بس لتنتقم منه لياسين. اسمع مني، وما في داعي أبداً تخرب علاقتك مع أبوك. معناتها يلا روحي احكي معه، وليله لازم يعرف يقدر ابنه صح وما يغلط معي قدام أي حدا. لك شو هالبني آدم هاد؟ كيف ما عم روح عم يضل قدامي؟ غريبة شو قصته؟ مبين الشغلة مقصودك، هذا شو بده منا؟
هذا شاهين مو هيك؟ اي شاهين، ابصر شو بده مني لحتى لحقني لهون. معناها اكيد معصب على الاخر. خير، شو بدك يا شاهين؟ شو صاير عم تشتغل مثل قطاع الطرق؟ لا هي مو شغلتي وما عندي وقت ضيعه معك. رح احكي كلمتين وامشي، لا تخاف. انا ما بخاف من الكلاب يا سيد شاهين. بسرعة احكي اللي عندك وامشي بطريقك. بيقولوا اصعب جرح غالبا بيجي من القرايبين. نحنا ما بكفينا يلي عملته فينا أمنا؟ وهلأ اجت ضربة تانية من ابن عمي يلي لازم يكون مثل أخي. أخي خلص انسى ولا تخلي شي يزعلك. بالنهاية أكيد هن الخسرانين. بس أنا ما رح أتركهم يتهنوا مع بعض ورح أدفعهم الثمن غالي. شو ناوي تعمل؟ اصحك تجن وتأذي حدا منه؟ خلي هاي الضربة تحفزك لتمشي لقدام مو لترجعك لورا. فكر بس بمستقبلك واتركهم هنن بالماضي. من هلأ ورايح لا عاد تطلع لورا. اسمع مني وخليك قوي لا تنسى. اتفقنا؟ عم قلك اتفقنا؟ برافو عليكم. يلا خلونا نروح على البيت. سمعان حالك شو عم بتقول؟ اينا عم قلك تنسحب من المناقصة. يعني انت مفكر انه اذا قلت لي ممكن اني انسحب بهالبساطة هاي؟ برأيي قبل ما تجاوب فكر بقرارك منيح. ما في اي شي فكر فيه يا شاهين. انا بحياتي ما كنت اشتغل على كيف حدا، وفكرة انسحابي ما نوارد بنوب. هذا اخر كلام عندك؟ اي نعم هذا اخر كلام، ولا عاد تقطع طريقي مرة تانية. اذا عندك شي بدك تحكيه انت بتعرف وين مكتبي. خليني انصحك يا سيد داود، انسحب من هي المناقصة ولا تتهور. جهزوا لي حالكم، بدي ربي داود عن طريق ابنه. شوفي طلعي آسيا خانم جابت لنا كل هدول لقلنا. أهلا وسهلا فيكي أمي، يسلموا إيديك، عزبتي حالك. تلبسوهم بالهنا. شو صاير؟ وين العالم؟ ليش ما إجا حدا منهم؟ هنن كانوا هون بس طلعوا كلهم بسرعة. يا حرام بس لو إنك شفت شو اللي صار. ليش شو اللي صاير؟ حكي لي لشوف. يعني أمي شو اللي بده يكون صاير مثلا؟ لا تردي على فداء مثل العادة عم بتبالغ. نفس القصص اليومية مثل العادة. جلنار طلعت مع أسماء وياسين، ما صار شي غيره. خليها تشبع مشاوير، أصلاً يمكن يكون هاد آخر مشوار لإلها. وأنا هيك عم أقول لحالي. تعبت كتير من قد ما تفتلت بالسوق، طلع على غرفتي اتسطح وارتاح شوي. حبيبي أهلا وسهلا. شبكي متلبكة، ليش وشك مو رايق؟ صاير شي؟ شو اللي بده يصير حبيبي؟
لا ما له صاير شيء أبدا. يمكن أنا تعبانة مو أكتر. يلا تعال نقعد شوي حبيبي ونشرب شي فنجان قهوة على رواق مع بعضنا. ايه بشرب. لإمتى رح تضلي مخبية عليه؟ آخرتها رح يعرف شو عم بيخبص ابنك، ووقتها أكيد رح يجن. جنان؟ لهلأ ما عم صدق كيف هيك صار. مين ممكن يكون له مصلحة يأذيك؟ معقول يكون شي حدا من الموكلين القدماء؟ عم حاول فكر ما عم يخطر ببالي أي حدا. ما بعرف، كل شي ممكن. منشوف الشرطة شو رح تقول. شخص منيح مثلك مين ممكن يفكر يأذيه أو يضره؟ عن جد ما عم بفهم. لازم الشرطة بأسرع وقت تلاقي المجرم وتعاقبه لحتى نطمن. شو يا خليل، كل ما لذنبك عم يكبر. كيف رح تقدر تطلع بوش ابنك من هلأ ورايح؟ بس يسمع داود باللي صار رح يخرب الدنيا علينا. ما لازم يدرى شو عمل قدرة أبدا. تفضل سيد داود. يسلموا جنان. صح وانا. تفضلي. شو وين طالعين؟ طالعين على الغرفة. ياسين، شو ما بدك تسلم على عمك؟ تعال اقعد خلينا نحكي كلمتين أنا وياك. خلاص عمو منحكي بعدين، تعبان وبدي ارتاح. خير ياسين، شو صاير معك؟ ياسين؟ ياسين شبك؟ خلاص اتركه على راحته، عم بقلك تعبان. شو مرت عمو؟ ما حكيتي لعمو عن أحدث إنجازات ابنك؟ سكتي أسماء مو وقتها. نوال شو الموضوع؟ قدرة تعمل شي مصيبة؟ لا داود، لا ما في شي مهم. يعني تخانق شوي هو وياسين، بس أنا حكيت مع قدرة رح يعتذر منه تنحل القصة. ببساطة بعد ما جاب حبيبته لياسين القديمة على أساس إن رفيقته وبده يعرفك عليها بده يعتذر؟ كيف؟ صح الحكي يا نوال؟ داود لا تعصب بسرعة، يعني قدرة حبة وأنا ما عاد عرفت شو لازم أعمل. داود اهدى خلص لا تعصب عليه. بسطتي هيك أسماء؟ ما كان فيك تخلي تمك مسكر؟ لك شو هالوقاحة اللي عندك؟ شو معدنك انت؟ ما عندك جنس الضمير؟ شبك بابا؟ لا تقول بابا، أنا ماني أبلة واحد مثلك. مستحيل أنت تكون ابني، مستحيل تكون أنا ربيت واحد واضي وبلا أخلاق. لك بس قلي وين كان مخك يا عيب، شو ما عليك بس. داود كرمال الله طول بالك عليه شوي، قدرة ماله زن، شو يعمل إذا ما قدر يطالع حب هاي البنت من قلبه مو بإيده؟ أنت لا تتدخلي، أصلاً هالولد طالع عاطل بسبب دلالك. لك أنت إمتى رح تترك ياسين بحاله بقى؟ ما بيكفي العذاب اللي تعذبه بسببك؟ للحظة فكرت أنك رجعت أب حقيقي معي، بس طلعت غلطان. طلع ما بيهمك غير ياسين، وما بيعني لك حدا بهالبيت غيره. بس بحب ذكرك إنه أنا يلي بكون ابنك مو هو. ويا ريت تفكر توقف شي يوم مع ابنك بدل ما توقف مع الغريب. شو كتير صعب هذا الطلب يلي عم اطلبه. لك شو هالوقاحة؟ شو هالوقاحة اللي عندك؟ مانك مستحي على حالك تقلي وقف معي؟ لك أنت دمرت له مستقبله بكرة القدم، وفوق رحت حطيت عينك على البنت اللي بيحبها. روح صير زلمة بالأول روح. داود الولد غلط، بس ما في داعي تكون ردة فعلك كل هالقد قاسي عليه. كم غلطة بدي مرق له؟ ولا إمتى؟ إمتى ياسين رح يرتاح من حقدك وأنانيتك هي؟ إيه بكفي بقى، رح أترك لك هالبيت لتتهنى فيه أنت وياسين. قدرات شو؟ قدرات وقف، ابني بترجاك لا تروح. قدرات يا ربي ساعدني لأقدر أجمع بين ولادي
وما تخليني شوف الأخ عم يعادي أخو. لا تروحوا أنت معصب، وقف اسمعني قدرة. قدرة يا ريت لو يوقف الزمن كون جنبك على طول. Geçer sanmıştım aylar geçti unutmadım seni. Gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerindeki o tebessümü görmek için yıllarca beklerim.